السلام عليكم. منذ أكثر من عامين والميليشيا تنوع وسائلها لقتل المدنيين، لم تكتفي بما أحدثته من قتل ودمار مباشر، بل هناك موت مؤجل زرعته تحت الأرض في المناطق التي خرجت عن سيطرتها، ليستمر عداد القتل في تدوين الضحايا. الآلاف من الألغام تم زرعها في كل شبر وصلت إليه الميليشيا وبطرق عشوائية، لتكون النتيجة المئات من القتلى المدنيين والكثير من الدمار. بحسب تقرير للمركز الإنساني للحقوق والتنمية، فإن عدد القتلى وصل إلى 684 قتيلا، أما المصابون الذين عادة ما تتسبب إصابتهم ببتر في الأطراف فقد بلغ عددهم 962، وذلك في 11 محافظة شملها الرصد. المؤلم في الأمر أن اليمن لم تنتهي بعد من مآسي الألغام التي تم زرعها فيما عرف بحروب الجبهة الوطنية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، والتي تساقط ضحاياها حتى الأمس القريب، لتكرر الميليشيا المأساة بشكل أكبر وأبشع وأكثر حقدا هذه المرة. كل ذلك يدفع للتساؤل، ما هي المساحة الجغرافية التي فخخت مستقبلها ميليشيات الانقلابيين؟ كيف يمكن الحد من أضرارها المستقبلية على المدنيين؟ وهل كان لإيران دور في تحفيز هذه الميليشيا لحفر الأرض وزرعها ببذور الأشلاء بدلاً عن بذور البن؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون مثار نقاشنا في حلقة اليوم من المساء اليمني. ينضم لي فيها عبر السكايب من فيينا مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام الأستاذ توفيق الحميدي. أهلاً بك أستاذ توفيق. أهلاً بك ضيوفك الكرام وجميع مشاهدي المساء اليمني. إذا أستاذ توفيق وأعزائنا المشاهدين، سنبدأ بمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود للبدء بالنقاش. حقل ألغام وعداد قتلى، هكذا أصبحت اليمن في زمن الميليشيا التي دمرت كل ما فوق الأرض وزرعت الموت تحت الأرض في كل شبر وطئته منذ الانقلاب. فلم تكتفي بالقتل المباشر، بل ذهبت إلى زرع الموت المؤجل الذي يحصد ضحايا جددا حتى في تلك المناطق التي تم تخليصها من سلطة الميليشيا. آلاف الألغام تم زرعها بطرق عشوائية في الطرقات ومنازل المدنيين التي تم تحريرها، ليستمر بعد ذلك سقوط الضحايا. وبحسب أحدث التقارير الصادرة في هذا الشأن، فقد رصد المركز الإنساني للحقوق والتنمية مقتل 684 وإصابة 962، معظمهم ارتكزت على بتر في الأطراف، بالإضافة إلى تدمير 570 منزلا. نالت محافظة تعز الحصة الكبرى من الضحايا والمصابين بعدد بلغ 223 قتيلا، تلتها عدن فمأرب والبيضاء، ثم توزع العدد على بقية المحافظات التي مرت من خلالها الميليشيا. ولأن الألغام سلاح الضعفاء بحسب الأعراف العسكرية، فقد لجأت الميليشيا إلى زرعها في كل الأماكن التي أجبرت على تركها، بالإضافة إلى زرعها في الطرقات للحد من تقدم قوات الجيش الوطني في مناطق المواجهات. المعروف أن اللجوء إلى استخدام الألغام عادة ما يتم وفق طرق معروفة وخرائط واضحة ولأهداف عسكرية بحتة، أما أن يتم بهذه الطريقة العشوائية وفي مناطق تجمع المدنيين فتلك جريمة مضاعفة تحاسب عليها القوانين والأعراف الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي عبر السكايب من فيينا مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام الأستاذ توفيق الحميدي وببقية الضيوف الذين سينضمون لنا تباعا. نبدأ معك أستاذ توفيق، ما هو يعني وجهة نظر القانون الدولي بالنسبة لعملية زرع الألغام أثناء النزاعات المسلحة، أثناء يعني حرب كما هي الحرب التي تشهدها اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، شكلت زراعة الألغام الفردية أثناء الحروب قلقاً متزايداً للمجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية ومروراً خلال الفترة اللاحقة لها، خاصة في الحروب الأهلية والحروب الوطنية إلى غير ذلك. هذا القلق المتنامي من قبل المجتمع الدولي ينبع من شيء أساسي، لأن اللغم في حقيقة الأمر هو ذلك الجندي الصامت الذي لا يكل ولا يمل ويقتنص ضحاياه ولو طال الزمن، يظل جنديا متخفيا في الأرض بين الأشجار في المزارع داخل البيوت إلى أن يأتي
الضحية فيقتنصوا. الضحية غالبا أخي الكريم يكون من الأطراف الضعيفة، إما النساء أو الأطفال أو الحيوانات إلى غير ذلك. وبالتالي هذا القلق المتزايد من المجتمع الدولي أثمر في 21 أثمر عن اتفاقية أوتاوا التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية في عام 98 1 سبتمبر. هذه الاتفاقية واضحة أنها تشكل منظومة متكاملة للتحريم وللتخليص وللتأهيل في نفس الوقت، بمعنى أنها تحرم استخدام الألغام وصناعة الألغام وتجارة الألغام بشكل كامل، كما أنها تساعد المجتمعات أو الدول التي صدرت أو استوردت الألغام للأغراض العسكرية تساعدها للتخلص من هذه الألغام على فترات معينة من الزمن، كما أنها في نفس الوقت تعمل على عملية تنقية الأرض التي زرعت فيها الألغام بخرائط واضحة من خلال تأهيل هيئات وخبراء إلى غير ذلك. الجمهورية اليمنية استجابة لهذا الأمر، البرلمان اليمني أقر قانون رقم 25 لعام 2005. هذا القانون كان واضحا أنه أيضا جاء تنفيذا لاتفاقية أوتاوا، فهو حرم الألغام وتجارتها وزراعتها واستيرادها وصناعتها إلى غير ذلك، استجابة مع النداء الدولي. لكن كشفت التقارير الدولية للمنظمات الحقوقية المعتبرة أن النظام اليمني السابق لم يكن صادقا في تعامله مع المجتمع الدولي، بمعنى أن النظام اليمني، النظام علي عبد الله صالح سابقا كان يرفع التقارير بأنه قد تخلص من الألغام وأن اليمن أصبحت خالية من الألغام، لكن الحرب الأخيرة كشفت أن اليمن ظل محتفظا بمخزون هائل من الألغام استخدمته جماعة الحوثي في الصراع الدائر أو في حربها ضد المجتمع اليمني، وخاصة في مناطق التماس التي دارت معها حروب طاحنة مع الجيش أو المقاومة، خاصة نحن نتكلم عن المناطق الجنوبية والمناطق الوسطى في عدن، مطار عدن، تعز، الوازعية، الضالع، لاحق، المناطق التي كانت عندما تشعر هذه الميليشيات بأنها ستفقد السيطرة على هذه الأرض تقوم بزراعة الألغام فيها. الألغام أخي الكريم تعتبر جريمة من جرائم القانون الدولي، يحاسب عليها اتفاقية قانون المحكمة الجنايات الدولية واتفاقية روما الخاصة بإنشاء محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي نحن أمام موقف دولي واضح من هذه الجريمة. طيب، يعني ينضم لنا الآن أستاذ توفيق سيد طاهر حميد رئيس الشعبة الهندسية لنزع الألغام بمحور تعز. أهلا بك أستاذ طاهر. السلام عليكم ورحمة الله. سيادة العميد حياكم الله. إذا بداية دعنا نتحدث عن أشكال الألغام التي يتم زراعتها من قبل ميليشيات الانقلاب في المناطق التي تشهد تقدما لها في بعض الأحيان. حقيقة الميليشيات تفننت في صناعة الألغام المحلية، فصنعت ما شكلها شكل الأحجار والصخور الصغيرة يصل حجمها إلى 15 و 20 كيلو جرام، وفي شكل البلوك أو البردين على أساس أنها بردين ولكن هي مصنوعة من سلين مغطى داخلها كمية من الديناميت وهي مزودة بجهاز تفجير عن بعد. كذلك كلها أساليب خداعية، صنعت أشياء خداعية كثيرة جدا تصنع الأشراك الخداعية والمعروفة لدى المهندسين، أشراك خداعية منشورة في كل مكان. اكتشفنا اليوم أنه في لغم ألغام جديدة في جبل النار، اكتشفتها الفرق الهندسية العاملة هناك، بأنه في لغم مزود بكاميرا. الكاميرا هذا على أساس أنه ما يخسروش اللغم، أنه عندما يقترب الناس من اللغم هذا هو ينقل الصورة مباشرة إلى غرفة السيطرة ويتم تفجيرها عن بعد. كذلك الألغام الدواسة المصنعة محليا، دواسات في من بداية 1 كيلو إلى 20 كيلو، وكذلك صنعوا ألغام بشكل براميل. هذه الأشكال الموجودة، وفي صور ممكن تدخلوا إلى موقعي وتأخذوا الكثير من الصور الموجودة. طيب الآن أنت كخبير في عملية نزع الألغام، هناك تحدث عن ألغام محلية الصنع، لكن عموما ما هو يعني نوعية الألغام التي تأتي؟ ما مصدر هذه الألغام؟ هل هي جميعها محلية أم أنها أيضا هناك من يأتي بها عبر جهات إقليمية معينة؟
صحيح، الألغام الموجودة في والمصنعة محليا هي عبارة عن صناعات محلية بدعم إيراني، طبعا في خبراء إيرانيين موجودين في الهندسة العسكرية وسيطروا على دائرة الهندسة العسكرية سيطرة كاملة، وقاموا بتشكيل الألغام هذه محليا. أما الألغام المستوردة فهي الألغام المعروفة الروسية اللي هي تي ام 57 وتي ام 47 وام دي بي وبومز اللي هم مضاد للأفراد وبي ام و بي بي ام و بي بي ام 2 المصنعه مضاده للافراد كذلك، ونوع جيات حصلت منها كميات قليله، وكذلك يصنعون انبوبات بلاستيكيه المستخدمه في الصرف الصحي يحولوها الى الغام بواسطه بطاريه 9 فولت هذه الصغيره، ويعمل لها شرك خداعي ودواسه وتتحول الى الغام. يعني العمليه بسيطه، يملكون كمية كبيرة من الصواعق. في كذلك هم تفننوا حتى بصناعة الألغام البحرية، شاهدنا بعض أشكال جديدة موجودة نزلت في المواقع. هذه الألغام لا أعرفها سابقا بخبرتي بالمهندسة العسكرية منذ عام 1980، ولكن هذه الألغام هي مصنعة محليا واستخدمت في الشواطئ. طيب، أنت تحدثت عن وجود خبراء إيرانيين ساعدوا في تصنيع هذه العمليات، كيف يمكن معرفة هذا الأمر؟ هل هناك من دلائل تشير إلى ذلك؟ نعم، الألغام المصنعة محليا معروفة، وكذلك الخبراء الإيرانيين تم أسر خبراء إيرانيين منهم اثنين في الضباط في شهر 2 2016، وهم متخصصين في صناعة الألغام. طبعا الألغام المصنعة محليا هي عبارة عن أنبوبات بلاستيكية أو أدوات منزلية قد تكون، ودوافير ودبات الغاز، اسطوانة الغاز هذه تحول إلى ألغام. يعني تطورنا اسطوانة الغاز بحجمها تصل وزنها إلى 30 كيلو، ومزودة بالصاعق والدواسة يستخدموها له. فهذه طيب، خبرات إيرانية متقنة للعمل أكثر من المهندسين اليمنيين. طيب، هؤلاء الخبراء الذين قلت أنها يعني تم القبض عليهم، أين هم الآن؟ هم موجودين طبعا تحت سيطرة الجيش اليمني، وتم التحقيق معهم ولا زالوا متواجدين. طيب، التقرير الخاص يعني سيادة العقيد، التقرير الخاص بمركز التنمية الإنسانية تحدث على أن اليمن أصبح حقل الألغام الآن، هل من آلية تمكن يعني تمكن من حماية المدنيين، خاصة أن لا خرائط بالنسبة يعني كما يعني تنقل الأخبار أنه لا خرائط يتم الاعتماد عليها في عملية نزع هذه الألغام؟ صحيح، الميليشيات يعني زرعوا الألغام وحولوا المحافظات التي فيها متأخمة للحروب الموجودة، حولها إلى فنار أو إلى بركان مشتعل بواسطة الألغام اللي زرعوها بشكل. طبعا هذه الألغام مزروعات في الأحياء السكنية في أي مكان، قد يأتي السكان إذا وقفت الحرب يعودوا إلى المكان هذا، لكن عندنا استراتيجية ونحتاج إلى طبعا دعم استراتيجية هذه، بأن المناطق التي تحرر نقوم بإغلاقها ومنع الدخول فيها نهائيا حتى يتم تطهيرها، ولو أنه سيتم تأخير تطهيرها، ولكن حفاظا على الأرواح لا ننصح بدخول الأحياء التي ستتحرر خاصة من الآن. أي أحياء أو قرى ريفية تعتبر محظورة، وعندنا استراتيجية لهذا الكلام، ونطلب الدعم على أساس ننفذ الخطط المستقبلية في كل الأحياء بل والمديريات وعلى الشواطئ على طيب. أساس أنه نعم، تحدثت عن دعم سيادة العقيد، ما هي الإمكانات الموجودة لديكم الآن، وما هي الاحتياجات التي تطلبونها لتحقيق هذا النوع من التأمين من الألغام؟ طبعا بالنسبة للاحتياجات حنلجأ دائما إلى التحالف، والتحالف العربي هو الذي انتشل اليمن من براثين الطرف الإيراني والفارسي، فنتقدم إلى التحالف مشكورين من الشعب اليمني ومن الجيش اليمني بشكل عام أن يدعمونا بالإمكانيات المعروفة لدى الهندسة العسكرية مثل أجهزة الكشف، وإحنا في تعز التحالف مشكور أرسل لنا كازحة، ولكن الكازحة في تعز وفي جبال تعز لا تعمل، هي تعمل في المناطق في البر الصحراوي، ونحتاج إلى الأجهزة اليدوية الحديثة
كذلك يعني معنا أجهزة حديثة ولكن لا تفيد الغرض بما هو موجود على الأرض من الحقول المزروعة، فلن نتمكن من وجود الإمكانيات هذه إلا بالدعم التحالف. إذن أشكرك العقيد طاهر حميد رئيس الشعبة الهندسية لنزع الألغام بمحور تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ توفيق الحميدي مسؤول رصد وتوثيق في منظمة سام. أستاذ توفيق، يعني في إطار نزع الألغام، في إطار الحماية والوعي ب يعني التعامل في مناطق زراعتها، ما هو دور المنظمات في هذا الجانب؟ أخي الكريم، دور المنظمات يمكن أن نحصره في شقين اثنين. الشق الأول يتعلق بعملية رصد وتوثيق مثل هذه الجرائم التي ترتكب في هذه المناطق، وجمع الأدلة وتشكيل الملفات متكاملة لأي مرحلة قابلة على الأقل من أجل الحفاظ على حقوق الضحايا والمجتمع اليمني بشكل عام. الشق الثاني يتعلق بالمنظمات التي تتخصص في جانب توعية الناس بمخاطر الألغام وضرورة تجنب الذهاب إلى مناطق معينة والإرشادات الضرورية، خاصة في حالة وقوع الضحية أو في حالة الابتعاد عن هذه المناطق. هذا ما يمكن أن تقوم به المنظمات بشكل كامل، يعني بشكل أساسي، لكن أكثر من ذلك أعتقد أن الأمر يحتاج إلى إمكانيات كبيرة متعلقة بتأهيل الخبراء، متعلقة بإمكانيات معينة من أجل انتزاع هذه الألغام. وبالتالي المنظمة أعتقد في اليمن اليوم تقوم بهذا الدور. هنالك جهود حثيثة من قبل الراصدين والمنظمات، أصدرت مجموعة من التقارير وإن كانت على فترات متفاوتة. هنالك توعية، وأنا لاحظت في أحد القنوات تقريبا أيضا قناة بلقيس توعية قانونية إعلامية متعلقة بخطورة الألغام إلى غير ذلك، وهذا ما يمكن أن أقصى ما يمكن أن تقوم به المنظمات والمجتمع المدني تجاه هذه الظاهرة الخطيرة. طيب، أين يعني الآن ملف الألغام وملف عمليات زرع الألغام وتحديد أسماء من يقوم بهذه العملية واختراق القوانين التي يعني اليمن موقع عليها في نهاية المطاف كما تقول أنت بالنسبة لاتفاقية أوتاوا؟ هل المنظمات الدولية تقوم ب يعني دورها الكامل في هذا الملف بحسب تقييمك؟ هو بقدر الإمكان هنالك جهد كبير. أنا أقول ربما لا نصل للمستوى الكبير أو المستوى 100%، خاصة لأنه مناطق زراعة الألغام بعضها مناطق بعيدة ونائية تحتاج إلى تكاليف كبيرة حتى على مستوى الرصد والتنقلات إلى غير ذلك. لكن هنالك جهد كبير تم، وأعتقد أن نسبة كبيرة تتجاوز 75% تمت من خلال هذا الرصد إلى غير ذلك. المسؤول عن هذه الجرائم، أنا أعتقد أن الأمر هنالك مسؤولية افتراضية ومسؤولية قانونية واضحة في هذا الجانب. لدينا جماعة لديها تسلسل قيادي وتسلسل تنظيمي واضح بإصدار الأمر، لديها قيادة ميدانية، لديها قيادة سياسية. هؤلاء هم يتحملون المسؤولية الكاملة عما حدث للمجتمع اليمني في زراعة الألغام، ثم بعد ذلك يأتي دور الإثبات الجزئي عن كل منطقة، يعني المسؤول عن منطقة تعز القائد الميداني اللي كان يدير المعركة في الوازعية إلى أو في عادان أو في لحج. لكن تبقى المسؤولية الكبرى اليوم هي مسؤولية الرأس الكبير التي تدير الحرب وتتخذ القرارات العسكرية والسياسية داخل اليمن. بالنسبة لعملية الحد من ضحايا الألغام مستقبلا، هل من آلية معينة يعني متعارف عليها في سبيل تحقيق ذلك؟ الالتزام باتفاقية أوتاوا على المستوى مستقبلا، يجب على المجتمع اليمني والحكومة اليمنية القادمة أن تتفق بأن تلتزم التزاما حرفيا وجاديا باتفاقية أوتاوا من أجل الوصول إلى اليمن خالي من الألغام، لأنه الألغام في حقيقة الآن تدمير المستقبل، تدمير البيئة، تدمير الأراضي الزراعية، تدمير الإنسان. هذا على المستوى الاستراتيجية اللي يجب أن تتبعها الحكومة اليمنية، إضافة إلى استراتيجية طويلة المدى من اليوم يجب أن يكون لديها أن تسعى إلى إيجاد خرائط قدر الإمكان أو تتواصل مع المنظمات الدولية للضغط على ميليشيات الحوثي للكشف عن خرائط. اليوم الإشكالية اللي تواجه الناس داخل الضالع، داخل عدن، داخل لحج، داخل وازعية،
عدم وجود خرائط واضحة. الألغام زرعت أخي في مطار عدن، وزرعت في الطرقات التي تصل بين المدن أنفسها، وزرعت حتى بعضها داخل البيوت. عندما عاد بعض الساكنين إلى داخل بيوتهم عندما فتحوا البيت انفجرت الألغام. اليوم السيادة العميد يتكلم عن ألغام جديدة وألغام مموهة، بمعنى أن اليوم الموت مزروع في كل مكان. اليوم يجب أن تكون هنالك خطة واضحة من قبل الحكومة اليمنية. هذه الخطة يجب أن تقدمها للمجتمع الدولي، خاصة اللجان والمنظمات والهيئات المتخصصة في هذا الجانب. تطلب الدعم من الحكومات التي تدعم، في حكومات متخصصة يمكن تدعم في هذا الجانب، وتبدأ تضع خطة على مستوى 10 سنوات 5 سنوات لكي نخرج إلى يمن خالي من الألغام للخطر المستقبلي. هذه مسؤولية الحكومة اليمنية اليوم بالدرجة الأساسية من أجل الحفاظ على هذا. إضافة إلى الدور التوعوي، اليوم يجب أن تحدد مناطق الألغام بدقة وتحذر المواطنين من العودة إلى هذه المناطق، وتبدأ بإرسال الخبراء والمتخصصين للعمل قدر الإمكان لتجنب الناس الوقوع في هذه المخاطر. طيب، سينضم لنا الآن أستاذ توفيق المحامي حمود الذيب عبر الهاتف انتاز، وهو رئيس المركز الإنساني للحقوق والتنمية. أهلا بك أستاذ حمود. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. في البداية أستاذ، كيف توصلتم إلى هذه النتائج يعني التي أعلنتم عليها في هذا التقرير؟ كيف كانت آلية الرصد؟ كيف وصلتم يعني لها؟ والله أخي الكريم، هذه النتائج التي توصلنا إليها في المركز الإنساني للحقوق والتنمية هي نتائج عن واقع ومتابعة لأحداث يومية عبر فريق متخصص نمتلك قاعدة بيانات واضحة وملفات مكتملة لكل تلك الجرائم التي ارتكبتها جماعة الحوثي والقوات الموالية لعلي صالح في 11 محافظة، تصدرت تعز الرقم الأكبر وبعدها عدن ومأرب. طيب، يعني بحكم تواجد المركز بتعز، كيف أمكنكم الوصول إلى بقية المحافظات التي تم الرصد فيها؟ لدينا راصدين موزعين على يعني كل المحافظات، والتواصل مستمر عبر الوسائل التواصل المعروفة. ترسل الكشوفات كل يوم عبر كل واقعة. يتم النزول الميداني من قبل الفريق لكل واقعة حصلت، خصوصا يعني الوقائع الجسيمة التي راح ضحيتها الكثير من المدنيين، الكثير من النساء والأطفال التي تزرع في مداخل المدن وأماكن ارتياد الناس من المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال. لدينا فريق يعمل يعني بمهنية وحيادية، كما أن موضوع الرصد والتوثيق لموضوع قضية الألغام وضحايا الألغام يعد واضح، لم يعد هناك أي شك أو شبهة. كون الألغام واضح، من الذي يزرعها ومن الذي يعني ملأ الأرض اليوم بحقول الألغام التي أصبحت يعني حياة المدنيين مهددة بخطورة هذا الملف الذي يشكل على المجتمع يعني الموت المحقق سابقا ولاحقا. طيب، ملاحظ من الجدول الذي أمامي الذي نشرتموه أن حالات القتلى كانت في تعز كأكثر مدينة فيها حالات قتلى أو محافظة، ثم عدن، ثم مأرب، ثم لحج، ثم مأرب تقريبا. هذا التوزع الجغرافي لعملية زرع الألغام، هل هناك نمط معين يتم وفقا له ولغرض معين يتم في هذه المناطق، أم أن هناك يعني سبب آخر لهذا التوزيع؟ وأخي الكريم، أنه أعتقد أن جماعة الحوثي منذ يعني نشوب الحرب التي يعني مضى عليها إلى اليوم ما يقرب من 3 أعوام، عمدت إلى يعني اتخاذ هذا الملف الواقي لها الأول، كونها تستهدف المدنيين وتحاول أن تحمي نفسها بتصور أو بزرع ألغام يعني مضادة للدبابات ومضادة للأفراد أيضا في كثير من المناطق، بغية أن تحدث الفزع والرعب في المواطنين،
ثم ايضا ان تجعل من ذلك سياجا وحمايه حتى لا تصل اليها الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه. اعتقد استاذنا الكريم ان يعني من خلال ما شاهدتم في التقرير ان هناك ضحايا يعني ضحايا في حاله ماساويه يندى لها القديم، كما اننا اعرضنا ايضا انواع الالغام التي استخدمت والتي حملت الموت او القتل لكثير من المدنيين. اليوم المناطق في 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 المدن، في اغلبيه المدن التي اشار اليها التقرير، وبالذات في مدينه تعز، في المداخل والمنافذ الاربعه، الاراضي يعني حقول مزروعه بالغام ستفتك بالمدنيين يعني بالمستقبل، حتى وان انتهى الحرب سيظل اثرها يفتك بالمدنيين لسنوات ان لم تتدارك هذا الامر. اليوم كما ذكر الاستاذ توفيق، الحكومه اليمنيه وترفع الملف واضح امام الامم المتحده والمنظمات الدوليه، التي نود ان نقول لهم اليوم ان كنتم تشككون في الحياديه في الملفات الاخرى فهذا الملف يعني لا يساور فيه شك، كون الموضوع واضح وضحايا الالغام تسقط كل يوم. نعم أستاذ حمود، الآن بحسب الجدول التفصيلي للأضرار البشرية الموزعة بحسب المحافظات، ألاحظ أن حالات القتل هي للرجال أكثر في محافظات مثل تعز وعدن، لكن هناك حالات إصابة وقتل أيضا كبيرة بسبب الألغام للأطفال، وهذا أمر ربما خطير جدا. ما الذي يعكسه ذلك؟ هذا يعكس على أن يعني جماعة الحوثي والقوات الموالية لعلي صالح يعني يهدفون أو يعمدون إلى قتل الأجيال ابتداء بالطفولة. فالأطفال الذين قتلوهم زقوهم في المعارك لم يكتفوا بذلك، وجعلوا زرعوا المناطق التي يرتادها الأطفال والنساء، وذلك يؤكد على أن هذه الجماعة تسعى إلى زرع الموت حتى في الأطفال الصغار الذين دائما أخلاق الحرب تعمل على حمايتهم وحماية حياتهم كمدنيين. إذن أشكرك أستاذ حمود الذيب، رئيس مركز الإنساني للحقوق والتنمية، انضميت لنا عبر الهاتف من تعز. مشاهدينا الكرام، قبل أن أعود إلى الأستاذ توفيق الحميدي، سنتابع وإياكم هذه المادة الجرافيكية حول الألغام. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كان هذا تقرير مبني على آخر يعني معلومات قدمتها هيومن رايتس ووتش في خصوص ملف الألغام في اليمن، وهذا الأمر يلفت أستاذ توفيق الحميدي إلى طريقة تعامل المنظمات الدولية، خاصة تلك المرتبطة بالأمم المتحدة بشكل أساسي، مع ملف الألغام في اليمن. ليست هناك بشكل واضح معلومات محدثة. أنتم عندما أنزلتم تقريركم الخاص بالانتهاكات في اليمن، الأرض المنسية لانتهاكات عام 2016، كانت هناك مناقشات مع سواء في بروكسل أو في فيينا لهذا التقرير، تطرقتم للألغام. كيف هو تعامل المجتمع الحقوقي الدولي مع ملف الألغام في اليمن؟
هناك شقين أخي الكريم أود التأكيد عليه. الشق الثاني عند الملف الألغام هو بشكل خاص له حساسية خاصة لدى المجتمع الدولي، وهنالك أموال ربما تنفق في سبيل هذا الملف. المجتمع الدولي عندما نقصد به سواء كانت دول على المستوى السياسي أو نقصد به أيضا منظمات متخصصة، المنظمات الدولية الكبرى على مستوى الرصد بشكل أخص، هو في حقيقة الأمر لديهم حقق بأن الوضع الأمني في اليمن يشكل عائق، وعائق كبير في سبيل النزول والإخراج والخروج بتقارير واضحة في مثل هذا الجانب، وهم يحاولون أن يمسكون كما يقال العصا من الوسط، خاصة في مثل هذه الظروف عندما لا تكون القضايا يعني يوجد لها أي مبررات. لكن عندما نتخاطب مع المجتمع الدولي بحقائق واضحة هو يصطدم، لكنه لا يستطيع أن ينكر ولا يستطيع أن يتخذ موقف، لأنه بالنهاية هم يتحققون أن لديهم سياسة تقوم على التثبت بأنفسهم عن طريق راصديهم. وكان آخر جلسة جلسناها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبالذات مسؤول الملف اليمني، كان واضح يقول لنا بكل وضوح: نحن كثير من الملفات لا ننظر لها، كثير من التقارير لا ننظر لها بكل وضوح. قال: التقارير التي تشكل حالة إدانة من طرف واحد للحوثيين لا ننظر لها، والتقارير التي تشكل حالة إدانة واحدة للتحالف لا ننظر لها. قال: نحن الآن سنسعى إلى توسيع فريق الراصدين الموجودين في اليمن، وسنحاول نتعاون مع الجميع. يعني طيب أستاذ توفيق، في ملف الألغام هل هناك من يزرع الألغام باستثناء ميليشيات الحوثيين، ميليشيات الانقلاب؟ طبعا لا يوجد، هذا أمر واضح، وربما هو الملف الوحيد الذي تستطيع الحكومة اليمنية أن ترفع صوتها بكل وضوح، وخاصة أن هنالك تقارير كما ذكرتم سابقا، تقرير منظمة يوم الرئيس كان واضح أنه الرئيس اليمني السابق أو المخلوع علي عبد الله صالح لم يكن صادقا في تعامله مع المجتمع الدولي. كذلك أمامنا وثيقة هامة التي هي رسالة فريق الخبراء الخاص باليمن لرئيس مجلس الأمن الأخير، تحدث عن وجود ألغام، تحدث عن أن يعني إيران تسعى إلى عملية تهريب واسعة، وحدد بعض المواني مثل المواني التي تأتي من قبل محافظة المهرة على سبيل المثال. وأيضا تبين لنا من خلال العميد اليوم أن هنالك خبراء إيرانيين موجودين ربما لتغطية النقص الموجودة. اليوم الألغام أخي الكريم تشكل أحد أهم المعارك التي أهم الوسائل التي تستخدمها الحوثيين الموجودين على الأرض. المجتمع الدولي يريد إلى تحرك أكثر، تثبت أكثر، الإمكانيات ربما تقف عائق أمام المنظمات. الأصل أن تكون هنالك شهادات حية موثقة عن طريق الفيديو، أن تكون هنالك قصص إنسانية موثقة بشكل كامل، العالم يجب أن يسمع. المنظمات تقوم بالجهد الكبير، لكن هذه إمكانيتنا، ونحن نسعى في الأيام القادمة إلى أن يكون التوثيق أكثر حرفية وأكثر وثوقية، بحيث يكون عن طريق الفيديو، عن طريق القصص الميدانية إلى غير ذلك. طيب الآن بالنسبة لهذا التقرير الذي صدر عن المركز الإنساني للحقوق والتنمية، كان من الملاحظ كما ذكرت للأستاذ حمود أن رقم الأطفال، حالات يعني الإصابة أو القتل بالنسبة للأطفال في جميع المحافظات، في تعز، في عدن، في البيضاء، حتى في البيضاء هناك 72 حالة إصابة للأطفال و16 حالة قتل، في تعز هناك 43 حالة للقتل للأطفال، أنا أتحدث فقط. الأمر إذن يعني كيف يمكن تحليل هذا التقرير في سياق ما يجري على الأرض في اليمن بشكل عام؟ لا، هو الألغام أخي الكريم سواء على مستوى اليمن ولا على مستوى العالم معروف أن ضحايا الألغام هم من النساء والأطفال بالدرجة الأولى. الألغام الفردية هي غالبا تزرع في أماكن مأهولة بالسكان أو مناطق عند تماس حربية، تزرع في في الحقول الزراعية، في أماكن الرعي. هذه الأماكن غالبا أخي الكريم يقصدها النساء، إما للرعي أو خاصة كمجتمع اليمني مجتمع ريفي، ما زال المرأة تقوم بدورها في الحقل، والأطفال أيضا أثناء ما يخرجون للعب إلى غير ذلك، هم سيكونون الضحايا بالدرجة الأولى. خاصة أن هنالك نقطة مهمة يجب التأكيد عليها، أن هنالك عمدية وهنالك سقوط أيضا في الجانب الأخلاقي العسكري في هذه النقطة.
لأنه الأصل أن المناطق السكنية والمأهولة بالسكون وفق اتفاقية جنيف الأربع وفق الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني أن تكون مناطق بعيدة عن مناطق الصراع، بعيدة عن القصف العشوائي، بعيدة عن أي استهداف عسكري، ما لم تكن هناك ضرورة عسكرية محددة بشروطها القانونية في الاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف على سبيل المثال. لكن نحن وقفنا أمام سقوط أخلاقي ووجود عمدية في إيذاء الناس بغض النظر عن الهدف العسكري. بمعنى ما الذي تستفيده ميليشيات الحوثي عندما تزرع لغما داخل بيت على سبيل المثال؟ ما هو الهدف العسكري من زراعة لغم داخل بيت أو زراعة لغم في الطريق الواصل بين محافظة ومحافظة على الطريق العام؟ في الوازعية كان هنالك قصص واضحة عن سقوط كثير من المدنيين وهم ذاهبون بالسيارة لقضاء حوائجهم من المناطق المجاورة، بمعنى أنهم حتى لم يزرعوها في مناطق استراتيجية عسكرية لمنع قوات الجيش الشرعي والمقاومة من التمركز فيها، وإنما زرعوها بصورة عمدية وبصورة قصدية للانتقام من المواطنين، سواء كانوا نساء أو أطفال، دون تفرقة بينهم، لأن وفق رؤيتهم الكل في نظرهم سواء. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ توفيق المحلل السياسي باسم الحكيمي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن. أهلا بك أستاذ باسم. أهلا وسهلا أخي الكريم. أستاذ باسم، إذن هناك عمليات ونهج بالنسبة لميليشيات الحوثي ورئيس المخلوع في زراعة الألغام، ما هي الأهداف التي يمكن تحقيقها من هكذا عملية سواء سياسية أو عسكرية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني ميليشيات الحوثي والصالح يعني زرعت الألغام بطريقة مخيفة، يعني يتناقض مع القانون الدولي. اليمن وقعت على اتفاقية يعني حظر استخدام الألغام الموقع عليها في عام 1998، لكن هذه الميليشيات يعني تستوحي نفس التجربة الإيرانية القائمة في معاركها في المنطقة. إيران في المنطقة من خلال شعارها الصراع في سوريا وفي العراق، أحد الاستراتيجيات التي ترتكز عليها هناك هو زراعة الألغام في الأماكن الشباكات وحتى في الأماكن المدنية التي يتواجد فيها الناس، وبالتالي اليوم ميليشيات الحوثي تستوحي نفس التجربة الإيرانية في اليمن. ورأينا أن الكم الهائل من الألغام التي تم انتشالها يعني كانت صناعة يعني إيرانية الصنع، والغريب والعجيب أنها ظهرت بأشكال غريبة وعجيبة، حتى أن بعضها يعني يشبه شكل الأحجار يعني يشبه الشهر، وأخرى مصنوعة بأشكال يعني غريبة وعجيبة، يعني ما يؤدي إلى سقوط مدنيين لأنهم لا يكون في حسبانهم أنها ألغام، وبالتالي هم ما يستنسخون التجربة الإيرانية يعني في هذه الأعمال. طيب هذا النسخ لهذه التجربة الإيرانية، نحن يعني كان معنا العقيد طاهر حميد وهو رئيس الشعبة الهندسية لنزع الألغام بمحور تعز، تحدث عن وجود خبراء هم لدى الجيش الوطني الآن، خبراء إيرانيين في خصوص أو في مجال زرع الألغام. إذن هل هذا الأمر يعني هو نوع أو شكل من أشكال التعاون الإيراني مع الأذرع الإيرانية في المنطقة مثل ميليشيات الإنقلاب في تحقيق أجندة معينة في اليمن؟ بالضبط، هو يعني هو تكتيك وتنسيق عسكري بين إيران والحوثيين. يعني الغرض والهدف العسكري من زراعة الألغام يعني مجموعة من الأهداف. الهدف الأول هو عندما ميليشيات الحوثي تشعر أنها تتقهقر في مناطق عسكرية معينة تلجأ إلى زراعة الألغام في محاولة منها لمنع تقدم الجيش الوطني وتأخير تقدمه عن طريق زراعة هذه الألغام. لكن الغريب والعجيب والمؤلم فعلا أن الموضوع تجاوز موضوع زراعة الألغام في المناطق الاشتباكات العسكرية ليدخل إلى المناطق السكنية. يعني فكان تتخيل أنه في منطقة الجوف، حسب تصريح محافظة الجوف السابق، أن عدد الألغام الذي زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف 30,000 لوم. التقديرات الآن والتقارير المنظمات الدولية تقول أن عدد الألغام المزروعة في تعز يعني أكثر من 100,000 لغم. هذه أرقام مهولة ومخيفة فعلا. يعني تخيل في حي سكني في كعوبات والجحمدية في تعز، هذه أحياء سكنية مأهولة في السكان، يعني يتم زراعتها بألغام كبيرة جدا، بل الأمر تعدى إلى زراعة الألغام داخل المباني، حتى أن بعض المواطنين عندما يعودون إلى منازلهم بعد توقف الاشتباكات يفاجئون بأن المباني تنفجر بهم وتخرج السقوف عليهم. يعني
هذا انحطاط أخلاقي ويوحي مدى أن نحن نتعامل مع ميليشيات فاشية ذات نفس شمولي لا تراجي قواعد الاشتباك ولا تراجي قواعد طيب. الحرب ولا تراجع الأعراف الدولية أثناء الحروب، هي تتعامل بهذا بنفس طائفي، وبالتالي إقدامها على تفخيخ الحياة السكنية الآهلة بالمدنيين هذا مؤشر وترمومتر على أننا نتعامل مع ميليشيات. أستاذ باسم، طيب الآن في يعني من خلال متابعتك للمفاوضات التي تمت، المفاوضات السياسية وكذلك محاولات المشاورات لتحقيق نوع من الحل السياسي، هل وجدت أجندة تتحدث عن عملية نزع الألغام وعملية على الأقل تحديد خرائط لأماكن زراعتها خلال أجندة هذه المفاوضات؟ يعني في المفاوضات السياسية على أعتقد أنه مثل هكذا موضوع لا بد أن يطرح، يعني لكن لم يرشه عم يتسرب أنه تم الحديث عن هذه المواضيع، لكانت تتركز النقاشات حول أرضي حول بدأت توفر الأرضية السياسية الصلبة للحلول، حول الالتزام بالمرجعيات، لكن هذا موضوع في غاية الأهمية لأنه آثار الألغام يمتد إلى سنوات وإلى أجيال قادمة، يعني آثار الألغام يعني يمتد إلى زمن طويل جدا لما تتركه الألغام من آثار على المستوى الاجتماعي، على المستوى العسكري، حتى على المستوى النفسي للأشخاص الذين يتعرضون لأذية هذه الألغام. وبالتالي لابد إن كانت هناك تسوية سياسية، هذا سؤال مهم جدا، لابد إن كانت هناك تسوية سياسية أن تكون من ضمن الجنيدات التفاوض والحوار هو إلزام ميليشيات الحوثي على تسليم خارطة نشر الألغام وزراعة الألغام في المناطق حتى يتم تقليل حجم الخسائر في صفوف المدنيين وفي صفوف وفي يعني، لأنه إذا لم يتسلم هذه الخرائط معنى ذلك أنه هذه الألغام ستظل تنفجر مع الوقت وسيزداد عدد الضحايا من المدنيين، وبالتالي خصوصا أنه المناطق التي انسحبت وهزمت أو بالأصح هزمت فيها ميليشيات الحوثي فأدين ولحق وعدن إلى هذه اللحظة والمواطن لا يزال يعاني من أثر الألغام. قبل 3 أيام كان هناك يعني في انفجر لغم في منطقة في عدن لأحد المشاة المارة، نعم، وأدى إلى قتل أحد أقدامه، وهذا وضع خطير جدا، وبالتالي هذا موضوع في غاية الأهمية، ينبغي أن تكون من ضمن أجهزة الحوار ضرورة تسليم خارطة زراعة الألغام حتى نقلل الخسائر في المستقبل. أشكرك المحلل السياسي أستاذ باسم الحكيمي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، وأعود إلى أستاذ توفيق الحميدي مسؤول رصد وتوثيق في منظمة سام. بعودة أخيرة أستاذ توفيق، تكثر التوصيات كذلك تكثر عمليات زراعة الألغام، ما هو الحل للحد من ضحايا الألغام في اليمن؟ طبعا الحل هو عبر أمرين اثنين. الأمر الأول أنه على المستوى المستقبلي الحكومة اليمنية القادمة تكون قادة في التخلص من المخزون الرهيب الموجود من الألغام، تلتزم باتفاقية أوتاوا. الأمر الثاني أن يكون هنالك أن يكون لدى الحكومة الشرعية بالتعاون مع دول التحالف رؤية واستراتيجية واضحة للتعامل السريع والحثيث مع الألغام، بداية من المناطق المحررة ومستقبلا مع المناطق التي لم يشملها هذه الاستراتيجية، خاصة المأهولة بالسكان والتي تتطلب حلول سريعة لعودة المواطنين إلى سكنهم. الثالثة يتحملها المجتمع الدولي، المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته، المسؤولية الضغط على الميليشيات لتسليم خرائط واضحة، والمجتمع الدولي لديه أوراق كثيرة يمكن يتعامل بها مع الميليشيا الحوثي في هذا الجانب، وأيضا دعم الخبرات اليمنية سواء تأهيلي على مستوى التأهيل أو على مستوى صياغة البرامج أو مستوى تفجير الألغام أو إلى غير ذلك بتلافيها. النقطة الرابعة تأتي على دور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع الدولي بتقديم النصيحة، بتقديم التوعية، الرشد إلى غير ذلك للمجتمع اليمني ليكون على بصيرة وبينة وخاص وأنه يلتزم في المناطق التي يشتبه فيها ألغام بالسير في المناطق المحددة للسير دون أن يذهب بعيدا للحقول والمرتفعات التي يمكن أن تشكل خطرا عليه، وبالتالي أعتقد يمكن أن نقلل الخسائر قدر الإمكان ونسير في خطة واضحة لنتلافى الألغام، يعني لنتجاوز هذه المشكلة بإذن الله، لأنه حقيقة هي مشكلة مورقة
وهو بمثابة جندي ثابت لا ندري متى يعني يقتنص ضحيته، غالبا كما قلت لك من النساء والأطفال. كما أنه سعره زهيد، يعني الميليشيات اليوم الجماعات الجماعات المسلحة هي يعني تستخدم الألغام بصورة كبيرة، لأنه قيمة اللغم لا يتجاوز 10 دولار، بينما قضية أن تشتري صاروخ أو كذا، بالتالي ستنتشر هذه بصورة كبيرة وكبيرة جدا على المستوى القريب والبعيد. إذن أشكرك مسؤول الرصد والتوثيق لمنظمة سام الأستاذ توفيق الحميدي، كنت معنا عبر السكايب اليوم من فيينا. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام هذه الحلقة، أشكركم على حسن المتابعة والإنصات. تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء ماهر أبو المجد ومحمد المقبلي وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.